تبكين. النهاردة هنشوف فقرة تغيير شيفت، يعني الناس اللي شغالة دلوقتي تمشي ويجي ناس تاني مطرحهم يشتغلوا الوردية التانية. مش ده تغيير الشيفت؟ نجم الفقرة دي احمد محمد. تعالوا نبص بس. في عندنا حضرتك كباب، عندنا فراخ كباب، عندنا خلاص ناخد انا كباب. خلاص يبقى واحد كباب نص ولا كيلو؟ نص. اه وحمامتين محشي. حاضر. واعمل لك حبه سلطات. شويه سلطات بقى على كيفك انت. انا حاضر. تحت امرك. والطحينه ما تنساهاش. مين يا فندم؟ الطحينه. لا يا فندم ده احنا عندنا احلى طحينه. الله يخليك. حاضر. انا هستاذن حضرتك بس الحساب 135 جنيه. الحساب اما ناكل بقى. ما حضرتك علشان تغيير شيفت. حضرتك خلاص تغيير شيفت. خلاص خلاص الحساب 135 حضرتك تبقى جدير الشكر. عايزين نمشي. الساعة الآن السادسة. بنت عايزاه كويس. صبر كويس. ما هو كويس ولا البارح احنا قلنا حاجة. طيب يعني انت موافقة تتجوز؟ أنا موافقة. في يوم هيقفلوا ولا إيه؟ مش عارف انا في ايه بالظبط. خد يا عمنا. اعجبك الطعام؟ نعم. اشكرك على اخلاقك يا ريس. ايضا يا ريس انه لذيذ بالفعل. لذيذ بالفعل. نعم. انت يا عمنا شكرا على حسن اسلوبك. شكرا لك. انت يا ريس ما تيجي ترد علينا؟ تعالى هنا. اقعد انت بس يا مهيبه. تعالى اقعد. ايه بس في اليوم اليوم المنيل ده؟ نرجو الهدوء. لماذا كل هذا الصراخ؟ انت عمالة سيدتي هذا مكان المحترم. ايه ده؟ هو في ايه بالظبط؟ ايه وبتاع ايه بس احنا شايفين اشكال غريبه بالشكل ده. هو في ايه؟ انت يا استاذ ما تيجي تكلمنا. اني يا عم هنا كلمني. فين الاكل اللي احنا طلبناه؟ انه هاتف. هاتف؟ ايه ده؟ تفضل. انت يا استاذ تعالى نكلم. تعالى تشوف الاكل اللي انت جاي. تعالى ايه ده؟ انا لا افهم. ماذا تريد؟ ماذا اريد؟ ماذا اريد؟ ايه يا ده؟ داك طالبين نص جايب ربع ما يجيش ربع كمان وحمامه واحده طالبين اتنين وفين السلطات والبتاع العيش ارجو بسيادتكم ان تتكلموا اللغه العربيه هو بعد ما شافوا ادوك كتاب يا استاذ ارجو بسيادتكم الالتزام في نظام البحر انت جننتني وضايقتني بصراحه انا انت خنقتنا انه نظام حديث في جميع بلاد العالم يا استاذ انت واخد فلوس حق الاكل ده تجيبه لنا اللي احنا طالبينه اني اعترف انني قد اخذت منك المال طيب فين طلبات المال اللي انت اخذته اللي انت تكلم معي باللغه العربيه احنا ولا نعرف لغه عربيه احنا لا نعرف لغه عربيه ولا انت مش خدت فلوس تجيب لنا اكل من الفلوس خدتها هذا هو نظام المحل حل ايه وبتاع ايه ده روح انت لنا المدير بقى لنا حد اي حد كبير معاه انا سيادتك الجنرال مانجر يا من ده ليه صاحب المحل نتكلم معاه انا الجنرال ده الجنرال اوعى اوعى ما تشوفه اقعد بس يا مهيبه بس اما تشوف اخرتها اقعد يا مهيبه بس اه في ايه اقعد اما تشوف اخرتها اني اتكلم معكم اللغه العربيه حول الله يا رب اللغه العربيه ولا الانجليزيه يا عم احنا جمعنا فلوس تجيب لنا بيها اكل نعم اني احترم رايك اذا تكلمت معي باللغه العربيه فين الاكل اللي احنا طلبناه فين لو سمعتيني المعلم طالب حمامتين وانا طالبه نص كيلو كباب هو فين تكلمي معي باللغه العربيه سوف اتي لك بكل طلباتك ما بنعرفش نتكلم لغه عربيه احنا بنتكلم لغه عاميه يا ساده هنا نتكلم باي لغه تتكلم قولوا له فاهمين يا اختي اللغه العربيه يا سيده ولا انجليزيه اسكت انت يا ابو بنطلون محزن ولا في ايه بالظبط كفي يا ابو شعر اشفر الجداني كفي عن هذا الصوت ايه كفي وايه مش هكفي دوت ارجو الهدوء طب ممكن بقى تدينا فلوسنا احنا عايزين فلوسنا يا عم اقعد انت يا ابو هيبه اقعد بس يا ابو هيبه اقعد انت يا ابو هيبه اقعد يا ابو هيبه بقى شاكت 140 جنيه ادينا فلوسنا انا لا استطيع عايزين فلوسنا ونمشي انا لا استطيع لانه كان تغيير شيفت احنا نعرف شيفت ولا نعرف بتاع ادينا فلوسنا ومش عاوزين خد يا عم اهلك اهوت ومش عايزيننا عايزين فلوسنا يلا بقى مشينا دخلنا المحل المنيل ببساطه يلا يا عم ادينا فلوسنا يا عم ببساطه قل لي
أريد تكملة اللحم وحمامة. سوف آتي لك. صدق أنت راجل تخنق. قل لي اعطني بقية اللحم وحمامة. كله بقى وخلاص. خلينا نمشي. قل لي اعطني بقية اللحم وحمامة. اعطيني بقية اللحم وحمامة. نجم الفقرة دي أحمد محمد. تعالوا نبص بس، نبص بس. الساعة الآن السادسة. ايه ده؟ انا في المطار هنا ولا ايه؟ لا عطب مصر شباب. ايه ده؟ ايه الحمد لله العربية. ماما احنا بنتكلم ايه؟ مش هندي. يا جرسون يا استاذ احترموا هذا المكان. نعم احترم ايه؟ هذا المكان. يعني ايه احترم هذا المكان؟ معلش يعني انا محترم. ايه احترم هذا المكان؟ اصمت ما تقول لي اخلص احسن. مالك انت بتكلمي ليه كده؟ انت في ايه؟ انت فين يا عم انت؟ اتفضل الهدوء. تفضل. ايه اللي بيحصل ده؟ فين الاكل وبتاع؟ خلينا نمشي من هنا. في ايه؟ تفضل. ارجو ان تكونوا راضيين. في ايه؟ تعال انت يا استاذ، تعال هنا اهوت. في ايه؟ نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. فين بقيه الاكل؟ فين الاكل؟ انا طلبت سكالوب بانيه اتنين وواحد فيليه. جايب لي الفيليه بس وجايب لي رز. انا ما طلبتش رز وبطاطس. وايه اللي انت جايبه ده؟ ساقضي لك كل شيء. تقضي لي كل شيء؟ ولكن حضرتك بتتكلم كده ليه؟ في ايه؟ اتكلم. بص كلمني زي ما بكلمك. عفوا، التحدث باللغه العربيه. ايه التحدث باللغه العربيه؟ انا هتكلم بمزاجي، مش هتحدث باللغه العربيه. بحدثها عربي، ما بعرفش اتكلم عربي. هذا المحل بعد الساعه السادسه يتكلم اللغه العربيه. بص، لا سادسه ولا سابعه ولا ثامنه ولا عشره، انا ما بتكلمش عربي. استني بس، في ايه بالظبط؟ هذا هو نظام الشركه الام. الشركه الايه؟ الام. لام ولا اب؟ الاكل لو سمحت يرجع ويجيب لي فيليه ويجي لي اتنين اسكالوب بانيه. انا دافع ثمن الاكل دهوت. ارجو ان تكلمني باللغه العربيه. مش ما بعرفش اتكلم لغه عربيه. انا اساسا اخر الحضانه، اتعلمت في حضانه بحبي. احنا فين هنا؟ في المطار هنا ولا في محطه مصر ولا في ايه؟ يعني شكلك كده مش مالكش دعوه بيها. كلمني انا. انا تقول لي ليه يا عم انت؟ كلمني انا هنا. انا يقال لي كلمني انا. بقول لك انا شخصيتي الغريبه والله العظيم البتاع ده حد في نافوخه. كلمني انا. ارجو ان تهدى. مالكش دعوه بيها. ليه معها عتاب؟ ايه العتاب؟ ايه تعرفها منين انت؟ شطول عتاب. هات لي صاحب المحل. نعم انا صاحب المحل. يلا كمان صاحب المحل. تكلم معايا اللغه العربيه. مش هتكلم معاك. عايز اتكلم لغه عربيه؟ عاوز اتكلم لغه عربيه. اعطيني غبزا وحنانا. عندك مانع؟ هو ده اللي عندي، اللغه العربيه اللي اعرفه. هل هذا يرضيكي؟ يرضيني يا عم. يلا يا عم اقعد ساكت بقى. ارحمني بقى، ارحمني. احنا جايين درس هنا ولا ايه؟ ارحمني. انت قاعد في وشك بقى قصاك البرميز اللي انت لابسه ده. ابني غلط. ما تتكلمش. اخطب وتفرق اساسا. انت لا تستطيع ان تفعل. لا اعرف. لا نعرف. ولا تستطيع. اعرف انت عايز ايه؟ ولا هي. اعرف. اعرف انت عايز ايه؟ هشطب لك بصوت اقفل لك ام المحل ده. هتطلب ماذا؟ البوليس. انت عايز ايه؟ انت شلت نصابين. انت لا تستطيع ان تطلب البوليس. لا عم. لا اعرف. لان ليس معك تليفون محمول. معيش ايه؟ تليفون محمول. لا معلش وقت اجي عشان بس ما سمعتش. بس تليفون محمول. ليس معك تليفون محمول. بقول لك اساسا بص، انت خنقتني وخنقت اهلي وخنقت. بص مش عارف اقول لك. اولا ما بحب ادي تفزلك. اسمها ليس معك الجوال المحمول. ماشي. برافو أسمع. برافو. ايه ايه برافو. ايه نجم الفقره دي اتنين، هند وساميه. وتعالوا نبص، نبص بس. الساعة الآن السادسة. ايه ده؟ ايه ده يا ست هند؟ مش فاهمة في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المكتوب ده؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ ايه ده؟ كاتب لك عفوا يتحدث باللغة العربية. يعني ايه باللغة العربية؟ مش عارفة انت بتتكلمي بايه؟ بأني لغة؟ ضع هذا هنا. سهرة سعيدة. ايه ده؟ احنا كنا مديني اتنين اوضة. اتنين؟ كنا طالبين طلبين فراخ مشوية. فين حضرتك جبت طلب اول؟ فين الطلب التاني؟ ارجو من سيادتكم ان تتكلموا معي باللغة العربية. والله انا بتكلم باللغة العربية. ماشي مفيش مشكلة. انا عايزة الطلب التاني. طب انا هاكل وهي لا؟
نظام المحل هنا إذا أردت أن تطلبي شيئا أو تصحيح خطأ تتكلمي بلغة العربية. طب أنا عايزة أوكي طب ماشي ما احنا بنطلب عربية بقول لك لو سمحت عايزين الطلب التاني. هذه لغة عربية. نحن هنا نتكلم بلغة العربية. لا أنت ما تجبرنيش على طريقة أتكلم بيها. حضرتك هنا بعد الساعة السادسة حضرتك نتكلم جميعا اللغة العربية. أوكي ماشي دي حاجة بتاعتكم أنتوا احنا مالناش عربية. المحل هنا يتكلم باللغة الإيه؟ باللغة العربية. بقول لكم ايه بقى بلا عربي بلا فرنساوي بلا انجليزي انا اتكلم الكلام اللي انا عارفاه لو سمحت علشان ما نعملش مشكله كثيرا على صحه سيادتكم ارجو ان تهتموا مالكش دعوه بصحتها مالكش دعوه بصحتها احنا جايين علشان ناكل مش جايين نعيده سيدتي هذا المكان يتكلم اللغه العربيه وهذا نظامه سمحتي بقى انا عمري ما شفت نظام زي كده عمري ما شفت محل فيه نظام ده نظام الام هذا نظام لو سمحت عايزين الطلب الثاني انتظري قليلا ساتي طب لو سمحت انا وافلك اهو تعالي شوف المحل الزفتي ده على دماغه النار اللي قاعدين فيه خلاص فين الطلب التاني لو سمحت لقد تم حل المشكله اجلسي سيادتي اجلسي طب مش هجلس الا لما اجيب الاكل اجلسي سيادتي اتحل الامر اتفضل اتحل ازاي فين الطلب التاني اتحل الامر 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 لوحده الحمد لله ايوه اللي اتعادل معايا وظبط معايا الإدارة في الداخل قالوا لي لابد أن السيدة تتكلم باللغة العربية ونأتي لها الطلب الآخر لا ما أعرفش العربي ما أنا أعرف لا 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 أنتوا أسلوبكم كده فظيع فين الإدارة دي فين الإدارة يا في 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 خلاص يا حاجة في خلاص يا حاجة خلاص 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 ايه ده ايه ده حصل خير عموما نتمنى من ربنا ان احنا نتقابل بكره باذن الله